مدينة البتراء يعرفها زائرها والقارئون عنها باسم المدينة الوردية نسبة إلى لون الصخور التي شكلت بناءها الفريد. إنها أشبه ما تكون بالقلعة، وقد كانت عاصمة لدولة الأنباط، وهي أهم المواقع الأثرية في العالم. لقد اختيرت البتراء بتاريخ 7/7/2007 كواحدة من عجائب الدنيا السبع الجديدة. المدينة التي سجلت اسم الأردن على خريطة السياحة العالمية، أجمل عجائب الدنيا السبع الجديدة مدينة البتراء التي سكنها أعراب الأنباط قبل نحو 2000 عام، تمتد بين الجبال المحاذية للطريق الذي يربط العاصمة عمان بجنوبها. تستقبلك أولاً القاعة الجنائزية التي شيدت مع بداية القرن الميلادي الأول، وهي قاعة للولائم الكبرى فوق المدفن الذي يضم خمسة من كبار الشخصيات، كما تشير الأهرامات الخمس على مدخل القاعة. المدخل إلى المدينة الوردية يمر أولاً بالسيق الذي يمتد لمسافة تزيد على 1200 متر، وهو ممر المواكب الرسمية والدينية النبطية إلى المدينة. يمشي بمحاذاته نظام مائي متطور آنذاك يضمن انسياب الماء إلى المدينة على مدار السنة، أعجوبة منحوتة في الصخر أنطقت السواح حتى باللغة العربية. جدران السيق التي تقترب هاماتها من التماس في مواقع عديدة يتوقف عند زواياها السياح لالتقاط الصور التذكارية قبل أن تكشف نهاية السيق عن الشاهد الأهم في المكان، الخزينة، واجهة صخرية بلون وردي ترتفع 140 مترا وبعرض 90 مترا، تزينها ست أعمدة ويتوسطها مثلث تمثال عطر غاتس إلهة الخصب لدى الأنباط، وعجوبة معمارية بكل المقاييس يرتادها يومياً آلاف السواح برفقة أدلاء مختصين. استكمال الجولة لاستطلاع المكان قد يحتم امتطاء العربات الخاصة أو الخيل للتجول في مدينة كاملة منحوتة في الصخر تمتد لنحو 6 كيلومترات، ما يوفر فرصة عمل نادرة للبعض. الجبال الصخرية العالية التي تحرسها المدينة تضم أيضاً مدرجاً يتسع لنحو 4000 شخص،
ومصنف بثلاثة أدوار من المقاعد تخدمها سبعة أدراج، كان يستخدم للاحتفال بالمناسبات الخاصة. وإذا أضفنا دور المتطوعين لتمثيل أدوار النبطيين ومعيشتهم وتفقد الملك لأحوال الرعية إلى الصور المنحوتة على الصخر، تصبح النتيجة بطاقة بريدية هي الأجمل من بين المعالم التاريخية في الأردن.